السلام عليكم. شكرا للساق مدينة ورزازات، عارضين المعز ديال درعا. الحمد لله المعرض مزيان. حنا المعز ديال درعا ما كنسرحوش في الكوري، كنعلفو بالتمر، كنعلفو بالشعير، الدرا، القرط، هادشي اللي كاين. بنا هي ديال قلت هي على حساب اللحم العيد، الناس كيطلبوا صحاب السكر، كاين طلب وماشي غير صحاب السكر كلشي كيطلب المعز. ما كاين انخفاض حيت الاعلاف راه هما اللي كيديروا كلشي. الثمن راه كاين في العلف، والثمن راه كاين حتى في الكسيبه، هادشي اللي كاين. ايوا المعز عاون الناس من هذا على ديال درعا اللي تنهضرنا من 2000 درهم حتى 5000 درهم. هياش الخير الحمد لله موجود، ولكن ناقص هذا العام شويه حيت الاعلاف غاليه، والله يرحمنا بشي كرامه ديال الشتاء. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.